يا ما انت كريم يا رب، مش قلت لك يا مروان ده رزق وربنا كتبه لنا؟ والله دماغك الماظ يا حاج، يوم ما بلشنا الافتتاح وانا ماني ملاحق على الزباين. زي ما بيقولوا عينكم في مصر، الناس فوق بعضها. الحمد لله. والله والله ولا اجدع دراسه جدوى تقدر تتوقع هيدا الربح. يا ابني ربنا ما فيش اكرم مني، الحمد لله ما انت كريم يا رب. نية صافية، قلب جامد، وامر اللي عليك وسيب الباقي ربنا يسلمه لك. هتلاقي نفسك فت في الحديد. امال ايه؟ دي الخلطة اللي يمكن تخيب. الباب مفتوح. صباح الخير يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير؟ الورد ده لسيادتك. ورد ايه اللي لسيادتي؟ ده اكيد غلط. يا فندم الورد جاي على رقم السويد. سويد مين يا عم انت؟ بص كده هتلاقي الارقام متشقلبه ولا حاجه. بص تاني بس. على فكره يا فندم رقم السويد صح والاسم صح. مش سعادتك الاستاذ فواز الصياد؟ اه. الورد ده جاي عشانك. ورد ايه؟ طب جاي من مين الورد ده؟ الكارت موجود. تسلم. حبايبك كتير يا حاج. بطل ما تقول انت كمان بعينك الملونه دي. كل سنة وانت مختلف وعقبال 100 سنة. كاميليا مختلف. ايه مختلف دي؟ هو النهاردة كام؟ كلمني يا حاج. عرفت منين؟ عرفت من الباسبور طبعا وانت بتملى البيانات في الطيارة. هي دي محتاجة ذكاء. عموما كل سنة وانت طيب. وانت طيب. انما ايه حكاية مختلف دي؟ يا عم انا شايفاك مختلف، هو ده يزعلك في حاجه؟ لا لا خالص بالعكس، حلو الواحد يكون مختلف برضه. هي حكايه عيد ميلادي دي بس اللي غريبه عليا، جديده كده شويه، ما كنتش اعرف ان العيد ميلاد ده حلو كده. طب انت انبسطت من الورد؟ قوي قوي. الخير على قدام الوردين. انا يا دوب كنت لسه بسمع احلى واهم خبر يخص شغلي اللي جيت عشانه هنا، بلتفت لقيت الورد بتاعك في وشي. هو انت ايه اللي خلاك تفتح هنا؟ يعني الفكره جات لك ازاي؟ أنا طول عمري بحلم إني أحط اسم الصياد في كل حتة وفي كل مكان وفي كل دولة، وبحاول ودي محاولة من المحاولات. أنت بقى إيه حكاية المعرض اللي جاي تعمليه هنا ده؟ بص يا سيدي، إحنا هنا بنعرض شغل الستات بتوع الجمعية، كل حاجة من صنعهم وبنسوق ونبيع، والمكسب بيروح لصندوق إعانة الأسر المحتاجة. الله عليكي، ربنا يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده الشغل. انت ما تتصورش قد ايه انا ببقى فخوره لما الناس بتبقى معجبه بصنع ستات المصريين. للدرجه دي؟ واكتر بكتير. عارف اللي بيشيل علم بلده في افتتاح الاولمبياد يبقى رافع راسه كده وفارد ظهره وفخور جدا وبيقول بلدي اهي. انا عندي نفس الاحساس ده، وانا حاطه علم مصر على صدري وبقول شغلنا اهو. بسم الله ما شاء الله، سبحان الله. انت عارفه لو كل واحد عمل زي ما انت بتعملي كده وبذل المجهود ده هنبقى في حته تانيه خالص. أصل مصر دي حاجة تانية خالص، غير كل الكلام اللي بيتقال والأفكار اللي بتتنشر. مصر دي بلد غريبة، جنونها في عظمتها وعظمتها في طاقتها اللي تشيبك وتخليك تلف حوالين نفسك وما تملكش حاجة غير إنك تحبها وتعشقها. أنت عشان تعرف شخصية مصر كويس لازم تقرأ شخصية مصر لجمال حمدان. هتلاقي نفسك مش بس بتحبها، هتلاقي نفسك بتعشقها وبتتجنن بيها وبتتحول لواحد من اللي نكوب نارها عشان يحبوا نارها. يا فواز انت نمت ولا ايه؟ لا 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 خالص، ازاي بقى نمت؟ معقوله؟ ده كلام كبير، كلام موزون يعني. بس طالما بما يرضي الله قولي براحتك واعمل اللي عليك وسيب الباقي ربنا يسلمه لك. هتلاقي نفسك فت في الحديد. امال ايه؟ دي الخلطه اللي يمكن تخيب. الباب مفتوح. صباح الخير يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ الورد ده لسيادتك. ورد ايه اللي لسيادتي؟ ده اكيد غلط. يا فندم الورد جاي على رقم السويد. سويد مين يا عم انت؟ بص كده هتلاقي الارقام متشقلبه ولا حاجه. بص تاني بس. على فكره يا فندم رقم السويد صح والاسم صح. مش سعادتك الاستاذ فواز الصياد؟ اه. الورد ده جاي عشانك. ورد ايه؟ طب جاي من مين الورد ده؟ الكارت موجود. تسلم.
حبايبك كتير يا حاج. قوم بطل مره انت كمان بعينك الملونه دي. لا اله الا الله. كل سنه وانت مختلف وعقبال 100 سنه. كاميليا مختلف. ايه مختلف دي؟ مسكت ايدي كده دوست على صغير جوايا، نورت لي حتمه كنت عايش فيها. انا اول مره في حياتي يجيلي ورد. اللي انت بعتيه ده في عيد ميلادي اول مره يجيلي ورد، واول مره اصلا افتكر انه عيد ميلادي. دايما احساس اول مره بيبقى طعمه مختلف. ما كنتش بشوفه وحتى هو قدامي. دلوقتي لما بشوفك كأني بشوف الورد اللي بعته لي اول مره. حاجه تبهج تفرح، تخلي الواحد فرحان كده زي العيال الصغيره. مش بقول لك انت تحير قوي، انا ساعات بشوفك شاب متدين ويمكن متزمت كمان، وساعات تانية بشوفك تاجر شاطر جدا ممكن تبيع وتشتري كل حاجه، واوقات بشوفك رومانسي تحس بأرق المشاعر. تتجوزيني يا كاميليا؟ احنا مش هناكل ولا ايه؟ وانتي اكتر يا روح قلبي. بس ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ده انتي حتى لسه فاضل لك يومين على ميعاد وصولك. بصراحه ما قدرتش، حسيت اني محتاجه ارجع، اعتذرت للناس هناك وجيت على طول. لكن السفريه دي يظهر بقى فيها حكايات. ما تستعجلش يا بابا، ما انا اكيد هقول لك. يا ترى حاجه لطيفه ولا؟ والله مش عارفه. يعني ايه بقى؟ يعني بجد مش عارفه. امال ليه انا ما قدرتش اقعد هناك؟ اول ما حسيت اني محتاره قلت اجي اقعد في وسطيك. ده يظهر ان الحكاية جامدة قوي. ما قلتلك ما تستعجلش يا سيادة المستشار. ايه ده؟ امال البيت ساكت ليه؟ فين الاخت الزنانة اللي اسمها نور؟ تصدق البت دي وحشاني قوي. اسكتي، دي كانت هتتجنن عليكي طول النهار وجوزها قد كده وماشية طول النهار تبرد. ليه كل ده؟ يا ستي عندها ماتش ومش متفائلة ان انتي مش موجودة. ده ايه الحظ ده؟ ده انا كمان ما بحبش افوت لها ماتش. بقولك ايه؟ لسه في وقت، ما تيجي نعملها. والله فكرة، نلحق. بس هقول لك حاجة، أنا مش هسيبك غير لما تحكي لي كل حاجة بالتفاصيل. ماشي يا بابا ماشي. يتجوزك أنتِ؟ أيوه يا ستي، طلب مني الجواز. جواز إيه؟ هو لحق يشوفك ولا أنتِ حتى لحقتي تعرفيه؟ وبعدين هو مستعجل قوي ليه كده؟ استني يا نور، أنا عايز أسمع كلام أختك للآخر. مفيش أول ولا آخر يا بابا، أنا لقيته فجأة بيطلب مني الجواز بشكل مباشر وصريح. وأنتِ قلتي له إيه؟ سكت وما قلتش حاجه خالص. يعني ايه سكتي دي يا كامل؟ يا نور عايز اسمع كلام اختك. ماشي اديني سكت اهو. كملي يا كامل. مفيش، اتلخبطت وضربت لحمه ولقيت نفسي بقوله يلا نمشي فورا من هنا، وفي الطريق حاول يجرني في الكلام بكذا طريقه، بس انا بصراحه ما عرفتش اقول حاجه خالص، وفي الاخر قلت له انا محتاجه وقت افكر. تفكري في ايه؟ هتتجوزي واحد بيلبس جلابيه؟ يا نور سيبينا لوحدينا شويه. ماشي يا بابا، انا قايمه اغير هدومي. اوكي جلابيه. خلينا يا ست بينا لوحدينا عشان تتكلمي على راحتك. قولي بقى كل اللي انت عايزاه، انا سامعك للاخر. يا بابا انا مش محتاجه اتكلم، على قد ما انا محتاجه اسمع. حبيبتي في الاحوال اللي زي دي انا اسمع الاول وبعدين اتكلم. بس انا ما عنديش اي حاجه اقولها اكتر من اللي انا قلته لك. كملي يا حبيبتي، دي حياتك وده مستقبلك، وانا ما اتعودتش افرض عليكي حاجه او حتى على اختك الصغيره، وانت قدرتي المسؤوليه دي وانا بثق فيكي وفي عقلك وفي تقديرك للامور. اما بالنسبه لفواز الصياد، انا ما شفتش منه غير موقف ايجابي لراجل شركي لما وقف معاكي وانا تعبان في المستشفى. صحيح ممكن يكون في مزايا تتمناها بنات كتير، بس مش انتي.